حوالي 180 أسرة شغالين في نفس المزرعة ديت. الحكومة خصصت المزرعة ديت في منطقة اسمها حفر البحيرة قرية الخرطوم على مساحة 575 فدان بهدف عمل أبحاث وتوسيع البقعة الزراعية. وفعلا احنا نجحنا في الموضوع دوت. عمر المزرعة 35 سنة. للأسف الجامعة الأمريكية مع إن المشروع بتاعي بيكسب بصرف على نفسي وبدفع إيجار الأرض اللي أنا مأجرها من الحكومة. الجامعة الأمريكية خدت قرار في 2012 إن هي تشرد 180 واحد، كل واحد عنده أسرة وعنده أولاد. فإحنا لما حبينا نسأل إيه السبب قالت أنا معرفش. الناس دي كلها جاية هنا بقالها 11 يوم نايمة في الشارع. للأسف إدارة الجامعة الأمريكية دكتورة ليزا ما سألتش في الناس ديت. في حديث معاها بنقول لها طب إحنا ذنبنا إيه كمصريين، مزرعتها تخرب وبناكل فيها عيش؟ قالت أنا مش فاتحاها شؤون اجتماعية، روح للحكومة بتاعتكم هي تشغلكم. ربنا أقول كلمتكم يا طلاب، نقول كلمتكم مزرعتنا مزرعتكم مزرعتنا مزرعتكم. مشكلة العمال هنا إن هم الجامعة بتأجر مزرعة في جنوب البحيرة جنوب التحرير. الجامعة مش عايزة تجدد عقد تاني والحكومة مش عايزة تجدد غير للجامعة. بالتالي العمال حاليا ممكن الجامعه ترجع للحكومه وساعتها هيتصرحوا. احنا كاتحاد بنرفض ان الجامعه ما تجددش عقد تاني. الجامعه صار المزرعه صرح كبير للجامعه من الابحاث ومن الشغل اللي فيها، فخساره ان الجامعه تفرض حاجه زي كده. احنا واقفين مع العمال بنطالب ان هي الجامعه تسمع لهم على الاقل، تقول لنا هي ليه مش عايزه تجدد، تدينا اعذار او مش عايزه، تدينا الاسباب الحقيقيه ورا اللي بيحصل ونبتدي نتكلم فعلا نشوف حل الموضوع، المزرعه ما تتقفلش.